بروسيس فور سيستم انجينيرنج بروسيس. احنا في المحاضرات الماضيه تكلمنا عن الكونسبشوال ابروتش وما الكونسبشوال ابروتش. اول خطوه بنروح نحدد الستيك هولدرز نيدز وريكويرمنتس. الخطوه اللي بعدها بنروح نعمل تحليل او انلايسز للبروبلمز فور ذيس ريكويرمنتس، ومن خلالها بنروح نعمل جنريشن للايدياز نختار الكونسبت الاساسي. شفنا خلال الكونسبت انه بنروح نعمل اوبريشنال كونسبت للسيستم، وبعدها بنروح نشوف كيسز اور سيناريوز ديفرنت مودز اوف ستيت اوف سيستم، ومن خلالها بنحدد الكونفجريشنز او سميناها اللي هو عباره عن الاستراكشرز. بشكل عام احنا في الكونسبشوال ديزاين هنخرج بابستراكت من هذه، نحدد من خلال الريكوايرمنتس الاساسيه فور الديزاين. اليوم هنتكلم عن البريليمينري ديزاين سكند ستيج ان ذيس بروسيس. وي نيد تو نو ذا سيستم ان ديبث، اند وي ان ذيس بروسيس وي نيد تو جيت تو ذا كونفجريشنز اوف السيستمز، اند نيد تو ايدنتيفاي ذا ديفرنت بارتس اور كومبوننتس اور سب سيستمز فور ذا سيستم. The main objectives for these steps is to allocate the requirements. We mean by requirements or allocation of requirements, we need to reflect this requirement in the desired parts and components of the system using the breaking down or partitioning. انه نعمل عمليه تقسيم او نحاول الفانكشنز الاساسيه ونقسمها الى سب فانكشنز، وبعدين السؤال نعرف كيف يمكن تمديد هذه الوظائف بالتاكيد من خلال مجموعه من البارتس. اذا given a top level definition of the system through the functional analysis اللي احنا شفناها في البري او في الكونسبشوال ديزاين، the next step is to break the system down into components. We need to know the configurations or structure of the system by identifying the part and the component of the system. Identifying part and the component can be done by the approach by or may. Then بال commercial of the shelf items الموجودة عندنا. عندنا أحيانا في عملية التصميم ممكن نصمم جزء وهو موجود أصلا في السوق وممكن نشتري من السوق، يعني لازم نتحرك أولا في البرودكتس الموجودة في السوق، ممكن من خلال الستاندرزيشن بروسيس نعرف البارتس الموجودة. إذا الخطوة اللي أمامنا هي عبارة عن partitioning the system through the functional in order to identify the suitable components or the parts that will be performed these sub-functions and go in the whole system proposal. The identification of system elements. إذا أثناء preliminary design إحنا بدنا نحدد system elements. قلنا من خلال الابروتش اللي هو عبارة عن دائما نتكلم عنه هو main or pie. إذا هذا الابروتش pie معناته بنروح نشوف في الكونفرشيال اوف ذا شيلف. إذا بنشوف الايتمز الموجودة عندنا واللي ممكن نستخدمها في التصميم عبارة عن assembly or gathering these parts in order to get the desired function. أما لما نروح على main معناته نروح نعمل designing للـ parts ونحدد الـ criteria ونحدد الـ manufacturing process و scheduling times اللي يعمل تصنيع machines وغيرها من الخطوات. The next step is to allocate or apportion the requirements specified for the system down to the level desired, provide meaning for input to design. إذا لما نحدد هذه الـ components القرار اللي هيك عندنا إنه نروح نختارها من الـ commercial shelves items أو نروح نعملها making.
الشيء اللي عملناه بنوضح لنا انه مثلا بنبدا بالسيستم ليفلز اللي هو هيكون عباره عن الريكوايرمنتس الاساسيه بالنسبه للسيستم، البرفورمانس، الافاليبيلتي، الريلايبيلتي، الميتابيلتي والكوست. ايضا ممكن يكون عند الديزاين محدود بالتو ابروش اللي هو قلنا الاداء او من خلال الكلفه. بعدين لما نعمل allocations الخطوة الثانية اللي هي top down approach هنروح نشوف من خلال decomposition functions بنروح نحدد قلنا units أو parts أو components اللي هتقوم بهذه functions، ونحدد أيضا نعمل reflecting the requirements الأساسية into these sub levels. إذا نروح لازم نحدد performance، نحدد reliability، نحدد maintainability، ونحدد الكوست. في المنتبولتي هنا هو نحدد لي المين ليبر اورز بالنسبه للاوبريتنج سيستم، هو التايم اللي نحتاجه اثناء عمليه المينتنس، والريلايبيلتي نحددها باللمدا اللي هي عباره عن الفريكشن اوف فيلرز، النمبر اوف فيلرز او الفيلر ريت بنسميها. اذا لاحظنا الريكوايرمنت الاساسيه بالنسبه للسيستم، حاول نعملها ريفليكتنج من خلال الديفرنت كومبوننتس او بارت ان ذا سيستم. ممكن يكون عند السيستم بالاخير هو عباره عن مجموعه من الاسامبلي للتاسك او الكومبوننتس الموجوده عندنا انتو ديفرنت جروب اوف ذا ايفنتس. يعني نحتاج نعمل بارتيشننج لما ننزل للاسفل باتجاه الكومبوننت، نعمل بارتيشننج يعني ديكومبوزيشن للفانكشنز ونشوف ما هي الاليمنتس اللي هتحقق هذه الفانكشنز. بعدها راح نعمل جروبينج نسميه باكينج. باكينج معناته انه نعمل حزم، نجمع الاجزاء المتشابهه من حيث الوظيفه، من حيث الشاشه، نعملها في جروبز او اسمبلز. ريلايبيلتي ابلكيشنز، احنا تكلمنا عن الريلايبيلتي وقلنا تعريف الريلايبيلتي هو عباره عن تايم اللي بيكون في السيستم اندر اوبريتنج. طبعا هذا الزمن هو يعتمد على الاوبريتنج كونديشنز، احنا لازم نكون شغلنا السيستم وفقا للاوبريتنج كونديشن. افتر ان اكسبتبل ريلايبيلتي فاكتورز، اذا تحديدا لهذا الفاكتورز او من خلال الفيلر ريت اللي تعرفنا هو عباره عن الفندا has been established for the system. هذا الفاكتور بنحب نعرفه بالسيستم از هو، محتاج ايضا نحدد الفيلر ريت بالنسبه لبعض للكومبوننتس. ايضا يعني لما يكون عند السيستم مكون من ماني سب سيستمز، ممكن يكون عندي الربط في هذا الشكل هو عباره عن parallel، ممكن يكون عباره عن ايش؟ سيريز بهذا الشكل. اذا الهبول الريلايبيلتي فاكتور احنا نحتاج اننا نعكسه على الاليمنتس او السب سيستمز، بالتالي محتاج نحدد اللامدا فاكتور او الريلايبيلتي فاكتور فور ايتش كومبوننتس او سب سيستمز ان ايتش ليفل، سواء كنا في سب ليفل نمبر 1 او سب ليفل نمبر 2. في الريلايبيلتي فاكتورز طبعا لما نروح نحددها نحدد الريلايبيلتي من خلال السب سيستمز، اليونتس، الاسمبلز الموجوده عندنا. اذا لازم نعرف الفيلير ريتس لكل كومبوننتس او لكل بارت من خلال طبعا نعمل تيستنج اللي هو عباره عن الفيور تري اناليسيس. اول خطوه راح نعملها نحدد ما هي الفيلرز اللي ممكن تظهر عندي في السيستم من خلال استيميشنز او دراسات الابحاث، نشوف الاجزاء الموجوده في السوق. هذا كله بيعطينا يعني بنعمل ريسيرش، نشوف نحدد الفيلير او نمبر اوف فيلرز ان ايتش كومبوننتس اور يونت اور سب سيستمز، وعلى اساسها لما نعمل الكونفجريشنز او انتجريشنز لهذه الالمنتس نكون الهول سيستم، نروح نحدد الريلايبيلتي وفقا لمن؟ للريلايبيلتي الموجوده لكل الكومبوننتس اللي بتكون السيستم. نشوف هل الريلايبيلتي اللي بنحكي الان لما عملنا انتجريشن هي نفسها الريلايبيلتي اللي حددناها في الريكوايرمنتس الاساسيه بالنسبه للسيستم. بنحاول دائما نعمل هذا الريكليشنز حتى نحصل على الريلايبيلتي المناسبه فور ذا سيستم. Reliability application techniques. And there are two techniques for estimation of reliability of the system. The first one is equal up apportionment techniques, and the second approach, RNA
First one, give same failure rates for each components. إنه كل subcomponents أو subsystems أو items الموجودة في systems لها نفس المعدل الفشل الموجود متساوي، نسميها equal projection. إذا سموها equal هذا البروسيس. الابروتش نمبر 2 لا بيعتمد بطريقة أخرى، نشوف كيف بيتم الحساب أو الاستيميشن للابلوكيشن للريلايبلتي فور ذا سيستم، سموها بهذا الشكل Arabic. حد يقدر يقول من فين قاعد الاختصار؟ هي الايرناتكس راديو، واحده من المنظمات الامريكيه مختصه بالراديو فريكونسيز فور ريسيرش، فسموها هي عباره عن ارابيك، نعم ايرناتكس بهذا الاسم محدده، تقرا كذا بشكل ارابيك اللي هي عباره عن ايرناتكس راديو انترناشونال كومباني. باختصار نشوف الطريقة ثانية بالنسبة للـ first method. This technique is straightforward method that assign equal reliability requirements for all subsystems or components or items in the system. يعني بيفترض انه كل الكومبوننتس الموجودة عندي او subsystems لهم نفس الـ reliability. وبالتالي لما يروح يحسب reliability فور سيريز، لو في عندي سيستم بشكل مبسط غياب الشاشة مكون من مجموعة من المسدسة في البارلل، في البارلل هيكون التوتال نسميه سيريز متوالية. ار اس ايش هيساوي؟ هي عبارة عن ار 1 ار 2 ار 3 بالاصل مرتبط مرتبط هذا اللي عندي. لما يكون عندي ايش؟ سيريز متوالية في الكومبوننتس او الايتمز اللي عطناها بشكل متوالي، فالهبوط الريلايبلتي اللي هي السيستمز والسيريز كونكشنز بيعطيها بشكل تالي ار 1 ار 2 ار 3 الى ار ان. لما يريد يحسب الاي ار اي اللي هي نفس الريلايبلتي فور ايتش فور ايتش سب سيستمز اور كومبوننتس، هي عباره طالما هنا بيعمل في هذا السيستم على انه كلهم متساويين، فهذا يكون ار تو باور 1 تو باور ان. لما يكون ار 1 يساوي ار 2 يساوي الى ار ان، معناته الار اس هيساوي ايش؟ ار بلس ان. اذا ار اي ايش هيساوي هنا؟ هو عباره عن الجبل القيمه اللي يكون عباره عن واحد على من؟ على يعني عباره عن الهبول ريلايبلتي للسيستم جبل. بس هذا هنا في الماتريكس اللي هي انه ما نستطيعش نحدد او نقدر ريلايبلتي للسب سيستمز او للكومبوننت نحددها بالشكل المطلوب، ممكن يعطينا descriptions of the reliability measurements. نعطينا شيء بشكل لانه احنا رحنا اعتمدنا على انه reliability لكل الكومبوننتس متساوية. هذا الابروتش مش محبب على العموم، لكن ممكن يعطينا indications بشكل سريع. يعني بصورة تقريبية يعطينا اياها بشكل This technique is straightforward method that assign equal reliability requirements. إذا بيفترض إنه reliability factors تساوي بالنسبة لكل الوحدات for all subsystems based on the system requirements while being easy to compute. إذا صح إنه ممكن يكون عندي simulation بشكل سريع سهلة بالنسبة للحسابات. It lacks the sophistication to discriminate between actual subsystem reliability. يعني ممكن هذا نعتمده في البداية أثناء دراسة البداية فقط حتى ناخذ indications عن هذا الكومبوننت عن هذا السيستم اللي ممكن يعطينا reliability بشكل من القريب من القيمة اللي احنا محددها وبعيد. لكن يعتبر هذا الاسلوب انه ما يعطيناش بشكل دقيق reliability للسيستم او يحدد السب سيستم reliability بشكل سليم. اذا هي بتعتمد من خلال هذا الابروش reliability for the system equal R1, R2 to Rn. طبعا R1 R2 هي عبارة عن reliability for each subsystems or components.
لما نريد نحسب reliability for each components of subsystem هي عبارة عن reliability of systems to 1 على n بالنسبة لأن يمثل هو عبارة عن components من i إلى n components of subsystems. الأرنج أبورتمنت تكنيكس بيعتمد هنا إنه يجي يبين ال يعمل من خلال الاستيميشن ديفرنس أو الهيستوري للأبارتس أو ال كومبوننتس أو سب سيستمز ويحدد عامل نسميه الوايرنج فاكتورز اللي هو عامل يعطي فاكتورنج أو سكور بالنسبة للبارامترز اللي بينها اللي هي الرياليتي فيما هذا العامل قلنا بيعتمد على ماذا؟ على الهيستوري بالنسبة للبارتس أو على الاستيميشن ميثودز أبر كان لما نروح نستخدم الأناليسيز بالنسبة للكومبوننتس أو السيستم من خلال الفيور تري أو تحديد أنواع الفيورز اللي ممكن تحصل بالكومبوننتس أو بالسب سيستم. To determine what the individual subsystem failure rate must be to achieve the system reliability requirements. إذا بدنا نروح نحدد الـ reliability factor for each components حتى لو رحنا نعمل الاستيميشن للسيستم ريلايبيلتي. الطريقة هذه بتعتمد من خلال الخطوات التالية. أولا بنروح نشوف الفيليرز في الجزء اللي هو الفيلر ريت نحدده سميناه لامدا اي. لامدا اي يعني الفيلر ريت فور ايتش كومبوننتس فور ايتش سب سيستمز. بنروح نحسب الفاكتور هذا اللي هو عبارة عن سكور نعمل عليه أو أهمية فاكتورينج فور ايتش سب سيستم نحسب هذا الفاكتور من خلال العلاقة اللي أمامنا اللي هي عبارة عن الواي أوف أي يعني لو نحسب الكومبوننتس نمبر 5 واي دبليو أوف 5 بيساوي لندا 5 على السميشن لكل النمبر أوف فيليرز أو الفيلير ريت اللي تحصل في السيستم نعم فبرسنتج هو بالضبط برسنتج بيعطينا وايننج او عمليه وزن او امبوركس امبوركس نعم بالنسبه للعوامل دائما السميشن للواعي يفترض ان تساوي تقريبا الواحد من خلال البيرسنتج قلنا هو عباره عن 100% يعني من خلال هذا الفاكتور السب سيستمز فيلير ريت بعد ما نرجع نحسبه هو عباره عن الوايرنج فاكتورز هذا او الامبورتنس مضروب في من في عدد الفيلرز او الفيورز اللي ممكن تحصل في السيستم بشكل كلي. العدد نمبر ايوه النمبر ده هو عباره عن فيلير ريت او نسميه النمبر اوف هو الريت يعني بنقدر نحسبه بالنسبه للزمن كم عدد الفيليرز اللي ممكن تحصل عندي في الجوز النمبر طبعا هنا على ما على الاوبريتنج تايم هذا هو عباره عن من عن اللندن اللندن اللي هو الفيلير نحسبه من هذا اللي هي نمبر اوف فيليرز اللي ممكن تحصل بالكومبوننتس او بالجوز او بالسب سيستمز على من على الاوبريتنج تايم الزمن اللي اشتغل الجوز نمبر اوف فيلير يعني كم مره مرتين ثلاثه اربع خمس حسب الاستيميشن لما احنا نروح نعمل في وان تري لحاجه الجزء وندرس هذا الجزء كم ممكن يحصل فيه اعطاء اما من خلال موديلينج او من خلال الاكشوال ستديز او من خلال ما سبق ريسيرش نعم الهيستوري نستطيع نحسب المبدا اللي هي عباره عن فيلير ريت هذا هو الريت فور ايتش كومبوننتس بنحسبه من خلال العلاقه اللي موجوده عملنا نعمل ريتنج بين ذا سب سيستمز اند هول سيستم هنا لم يكن اذا كنا نسميه مثال لو في مثال لو في مثال كان هو دلوقتي شيء ضربه في الحقيقه فايلر اوف سيستم نعم خلينا الحين شويه نتكلم عن الريليتي شويه وبعدين علشان تكون صراحه Thank you.